السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع سهل جدا وبسيط، مجرد ان انت تديله صوت هو يبدأ ان هو يديك صوت اخر، يغير لك صوتك. يعني مثلا ده الصوت. This is like the key question. ويروح هو محاول. This is like the key question. ممكن تديله صوت تاني يروح. The thing that's different about virtual and hopefully augmented reality compared to all other forms of. فممكن يحول لك الصوت لكرتون، لصوت واحدة، لصوت راجل طفل، زي ما انت عايز. وفي ابلكيشن موجود تقدر ان انت تحمله على الويندوز وتقدر تشغل بيه، او ممكن اونلاين من غير حاجة خالص تبدأ ان انت تديله صوت وتقول له حول الصوت ده لحاجة معينة، تمام؟ فيبدأ يديك بقى كل الاختيارات دي موجودة، تمام؟ مثلا اهو، السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. ممكن بقى نقول له احنا عايزين بقى نشوف الصوت دوت بصوت ده او ده او ده، يبدأ ان هو يجيب لك الصوت. وفي الاخر بعد ما بتختار تقول له سبميت، وهو يبدأ ان هو يديك الصوت الجديد. ممكن بقى نقول له احنا عايزين بقى نشوف الصوت دوت بصوت ده او ده او تقول له سبميت، يبدأ ياخد الصوت بتاعك ويعمل له المعالجة ويبعته لك بقى كصوت طفل مثلا او زي ما انت عايز. ممكن بقى نقول له احنا عايزين بقى نشوف الصوت دوت بصوت ده او ده او ده، يبدأ ان هو يجيب لك الصوت. وفي الاخر بعد ما بتختار تقول له سبميت، هو يبدأ ان هو يديك الصوت دي. ممكن بقى نقول له احنا عايزين بقى نشوف الصوت دوت بصوت ده او ده او ده، يبدأ ان هو يجيب لك الصوت. وفي الاخر بعد ما تختار تقول له سبميت، هو يبدأ ان هو يديك الصوت دي. ممكن بقى نقول له احنا عايزين بقى نشوف الصوت دوت بصوت ده او ده او ده، يبدأ ان هو يجيب لك الصوت. وفي الاخر بعد ما تختار تقول له سبميت، هو يبدأ ان هو يديك الصوت دي. انت ملاحظ ان رغم ان انا بتكلم عربي لكن هو قادر يتعامل معاها ويديني فعلا اصوات مختلفة تماما حسب الشخصية اللي انا مختارها.